نشكر الإخوان الليبيين على الاستقبال اللي حكينا بيه. احنا مناش معناها مناش مستبعدين ومناش مستغربين من حفاوة الاستقبال، لأنه يعني اعتبروا احنا معناها في بلد شقيق لنا، وعلاقات ممتدة ومتواصلة مع بين الرياضة التونسية والرياضة الليبية على جميع الأصعدة ومع كل الأندية. كما يقولوا نعتبر احنا في بلادنا مناش غراب، والعلاقة الكل طيبة. بإذن الله تكون مباراة تجسد هذه الأخوة.